مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر إلى نهاية الشهر. هالقراءة راح تكون مقسمة إلى قسمين. أول شيء عندنا بننظر إلى المال والمشاريع، وبعدين نشوف القراءة العاطفية بأسلوب المرايا مثل ما أنتم طلبتوها. وهالقراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية، وكمان تصلح للطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم موجود بهذا البرج، برج الدلو. أوكي، أول شيء ننتقل إلى جانب الأموال والحياة العملية والبزنس. شوف شنو عندك يا برج الدلو، ولو أن طاقتك خلال شهر كانت جدا جميلة. نوع من القلق، نوع من الخوف، ولكن هذا الخوف مو لك أنت، مو موجه لك أنت يا برج الدلو، هذا خوف الآخرين من انتصاراتك. عندنا هني أيس أوف سورد، السيف الأول. برج الدلو، أنت في طاقة أنا كنت حاستها من قبل، هذه الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين، ما أدري ليش. فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار. حتى لو أنت حاولت تتأخر أي شيء عندك في حياتك العملية، لو كان في شيء متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر، حتى لو أنت حاولت استخدام طاقتك الخاصة ما تقدر تأخره. العجلة راح تمشي لصالحك سواء رضيت أو لم ترضى. أوكي، في عندنا انتصارات كثيرة هني. أوكي، غيرة، هذه طاقة الغيرة، إن برج الدلو شلون حقق هذا الشيء في فترة قصيرة، استيقاظ العملاق النائم شلون كان فترة طويلة ما عنده إنجازات تذكر، ما حقق شيء، ما قدر يحصل. خلي نحددها أكثر دام إن عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والأموال. برج الدلو، السيف الأول يقول لي هني إن في خبر كبير راح ينتشر في وسطك ويصل إلى مسامع الأشخاص اللي يغارون منك ويحسدونك، بخصوص تطور أيضا كبير في الحياة العملية، انتصار. الناس يبتدون يتعاملون معك في البزنس، سمعتك تبتدي توصل، يجلسون مع هذين الأشخاص اللي يغارون منك ويمدحونك. هني السمعة بعد، يمدحونك يقولون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك، وصلتنا الطلبية، وصلتنا الخدمة، وصلنا المنتج وكان أفضل مما توقعنا. exceeding expectations هي هاي الطاقة. أول شيء أحس هني إن الانتصار يأتيك على حين غفلة، أنت كأنما حتى مو ناوي. دائما أقول أفضل الأشياء تأتينا في الحياة لما ما نكون مخططين لها. هذه بالضبط الطاقة اللي قدامنا. أنت على غفلة أو أنت حتى مشغول بشيء ثاني، همك آخر همك هذا الموضوع، الانتصار الكبير، الانفراج الكبيرة. أوكي، أن أنت تصل إلى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك، في تجارتك. أوكي، هذا النوع، ولكن هذا ما يأتي بدون غيرة وقلق الأشخاص. ليش هني أشوف يمكن منافسين أو حتى حاسدين؟ هذين الناس للأمانة لازم أقول الكلمة، مبتدين في المجال، مجال التجارة، مجال النجاح العملي قبلك، مشوا مشوار قبلك، يعني مشوا، خلنا نفرض مثلا مشوا 30 ميل، ولكن برج الدلو خلال شهرين، خلال آخر شهرين في السنة، عرفت طاقة السلحفاة والأرنب. نفرض أن القصة شوي نغيرها، الأرنب ما أخذ الغرور لآخر مدى واستيقظ في آخر 5 دقائق من السباق. هذا الأرنب اللي عندنا اللي راح يستيقظ، أوكي؟ في آخر 5 دقائق، في آخر سنتين، في آخر شهرين من السنة، يستيقظ هني العملاق ويحقق شيء ما حققوا هذين الأشخاص اللي كانوا ذابحين نفسهم، مستهلكين طاقتهم طول السنة. هذا ريفلكشن، كأنما الكون قاعد يغششك، الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من الدفعة اللي راح تقدر تميزك. فارس الأكواب، هني برج الدلو تحاول جدا تكون متواضع. أوكي، تحاول انك تشكر الاشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم. هذا من اطباع برج الدلو، انه دائما هو برج الانسانية، برج المجتمع، برج التواصل، برج الجميع، ينظر الى جميع الاشخاص المعنيين
ولكن هذه اللحظة خاصة فيك، وبقول لك ليش. هذه لحظة تكريمك في رح يأتيك إن شاء الله في الفترة القادمة. هذه القراءة نعم للأسبوعين القادمين، ولكن طاقة التارو مو لزمان محدد. فهني لحظة تكريم رسمية، أنت تعمل مع من، أي جهة رسمية، أي عمل خيري أنت قمت فيه، أي عمل حتى. ليش هني أنا أقول لك إنجازك صعب أن تحققه؟ لأن الأشخاص حققوه في 9 شهور، أنت على آخر 3 شهور، شهرين من السنة تحقق هذا، تصل إلى التارجت. إذا كان عندك هدف معين في المبيعات، هدف معين في الأموال، تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسه اللي أنت تودع فيها أموالك، أوكي؟ رسالة شكر، رسالة اعتراف رسمية من جهة أيضا رسمية، من جهة لها وزنها. ولما أقول لها وزنها، نشوف هنا 4 الخماسيات. هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بدب. بعد شوف هنا برج الدلو يحاول إنه يكون كيوت، يحاول إنه حتى في ابتسامته واستلام الجائزة والتكريم إنه ما يجرح مشاعر الآخرين، ولكن أنت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الآخرين. مو شغلنا نتحكم مشاعرهم، أوكي؟ هذه لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الإنجاز السريع. آخر كرت للحياة العملية. What's next؟ ما القادم؟ غصنين، two fawns، غصنين أسسناهم في الأرض. ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب. ممكن يكون عندك تخصصين، خطتين، أوكي؟ أو على الأقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال. مرحلتين، المرحلة الأولى مثلاً إنك تحصل على كذا، إنك مثلاً تفتح المحل، تفتح البزنس نفسه. المرحلة الثانية إنك تستطيع أن تؤسس نفسك عن طريق أن تجذب الزبائن. المرحلة الثالثة، أحس هني برج الدلو وقفتك لما تنتهي على نهاية فعلاً السنة هذه، هي وقفة شنو راح تكون خطوتي القادمة. العالم في يدك هني، two of wands، الكرة الأرضية كلها في يد هذا الشخص وقاعد يتطلع ما هي خطوتي القادمة، أوكي؟ إذا كان عندك شيئين في الحياة، شيئين، بزنسين، أوكي، شخصين حتى متعسرين عليك، ففي الفترة القادمة أخيرا راح كأنما طاقة الدب تثبت. الدب دائما لما يضرب على الأرض، يضرب على الجليد، يفتح بقوة الضاغطة، بقوة اللي تصدم. فهني نتكلم عن أنك تثبت هذين الغصنين وتطلع إلى المرحلة رقم 3. المرحلة رقم 3 تبتدي مع 2020، ترى هذا هو اللي ينتظرك، إن خلال الفترة القادمة إن شاء الله تصيدك هذه التغييرات المفاجئة الإيجابية، أوكي؟ وهذه الطاقة مو طاقة إحنا نحاول ندفعها. أوقات لما تكون صار في حياتنا أشياء سلبية، إحنا ندور عن الطاقة الإيجابية. أبداً، هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك. في أحد أيضاً تشوفه هني، أحد يمكن أصغر منك سناً، ولكن رح ينبهك على شيء جداً مهم. أصغر منك سناً، أبعد عنك مسافة، من دولة ثانية، من ثقافة ثانية، ولكن طريقة في عمل الأمور عنده طريقة إبداعية. رح ينبهك، يغششك حتى، شخص هني يغششك، يعطيك طريقة إن تقدر توصل فيها أسرع. دابة، طريقة، أسلوب، توصل أسرع لمرادك، تحقق أسرع أمانيك. هذه ثالث كرت، ونسحب آخر كرت للحياة العملية هني من الأوراكل. أوكي، ناخذ الكرت أول واحد اللي انقلب. Sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make changes accordingly. هني كني أتكلم عن هذه المرحلة الأخيرة مع نهاية السنة. شوف، مع نهاية السنة عزيزي برج الدلو محتاج تكون جدا دقيق في تهديفك. نعم، بتيك طاقة تساعدك، بتيك طاقة تعطيك دفعة، بتيك مساعدات من كل جانب، ولكن لا تصير عشوائي في استخدام هذه الطاقة. هذه الرسالة بعد تقول لك مو شغلك ان انت تكون متواضع، تخبي انجازاتك،
مو شغلك ان انت تقلق على مشاعر الاخرين اللي ينجرحون لان انت انجزت افضل منهم، لان شكلك اجمل منهم، لان اموالك ابتدت تصير. حتى هني اشوف الاموال، لما تشوف السنسيتيفيتي، الاموال سهولة قدومها لك من افضل منهم. هم يتعبون، هم يمرون بمرحلة عصيبة، هذولين الناس اللي كانوا يشوفونك اقل منهم او اكثر كسلا على الاقل، يشوفونك اقل منهم في شيء. المهم محتاج تكون جدا واضح هني وجدا دقيق ان هذولين مو شغلك. زين، لا مزيد من التعاطف، وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة. هذه رسالتك في الحياة العملية. خلينا نشوف الحين القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. برج الدلو، من تحت عندنا ملك السيوف. انت اللي راح تكون لك اليد العليا في الحياة العاطفية في الفترة القادمة. اوكي، انت اللي راح تكون الشخص اللي calling the shots، اللي تأمر. ولكن هني عندنا في القراءة العاطفية في جانبين، لان هي قراءة مرايا. اختار الجانب اللي تحس انه ينطبق عليك اكثر. بسم الله. اربعة السيوف، ستة الاكواب، كرت العاشقين، برج الجوزاء. هذه الطاقة موجهة لك انت من شخص، من شخص معين. احس هني رجوع بعد غياب طويل، اوكي، او تحسن مفاجئ، مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص اهملك فترة طويلة، او على قولتهم بالانجليزي they took you for granted، اخذك ان انت انسان، او فكر ان برج الدلو راح يكون موجود لما انا اكون مستعد، لما اريد اني ارجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو. وين راح يروح؟ موجود، راح يظل متوفر هذا الشخص. ولكن احس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة ان انت لا، مو متوفر، انت مو سهل، انت لست عملة سهلة، انت من العملات الصعبة. احس انه راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص، اوكي، لان هي في ستة الاكواب يمكن في السابق متعود ان انت شوف، للأمانة أحس هني إن في شخص كان وما زال يفكر إن أنت رح تظل موجود كخيار، على الأقل كخيار يستند عليه وقت الحاجة، وقت القلة. القلة أيضا لما نشوف أربعة سيوف، وقت القلة، أوكي. في شخص هني في فترة من الفترات ما كان مستعد يتكلم عن العلاقة، هو اللي انسحب، هو اللي أراد أنه بسرعة يبيع العشرة، يبيع العلاقة، وما أراد أنه يحارب، ما عنده طاقة المحاربة، عنده طاقة الاستسلام. هني في أربعة السيوف عنده طاقة أنه خذلك، اختار الطريق السهل لأنه ما اختار الطريق الصعب وقتها. في كرت العاشقين كأنه هني يطلب فرصة جديدة، يطلب السماح. ولكن للأمانة وجود ستة الأكواب يبين لي انه راح يكون طريقة تعامله معك مع العلاقة، نعم التعامل نفسه، خلي اكون صراحة صادقة، اوكي. يعني هذا الكرت يتطلب منا الدقة، ابدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذيك القراءة عملية. اسلوبه في التعامل ما راح يكون تغير كثير، تقريبا نفس الاسلوب، تقريبا نفس الشخص، ولكن بحلة جديدة. هني في كرة العاشقين برج الجوزاء يطالبك انت، مع انه هو اللي كان منسحب، يطالبك انت بالتزام اكثر جدية. هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده، اوكي، ومستعد انه يعطيك اياه، مستعد انه يتبادل معك قلب بقلب، ولكن يريد كأنما نوع من الضمانات. دائما احس اربعة السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الأمانات، الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة، اللي نعطيه الأشياء الثمينة ومن ثم نذهب إلى مكان معين، عرفتوا؟ الخزانة. هذا شخص رح يطلب منك ضمانات في المقابل، رح يطلب منك على الأقل أن توعده بأمور
عشان يعطيك قلبه. ولكن الشيء الجيد أنه في هذه المرة في الطاقة القادمة، أول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلته يحس بقيمتك أنت كشخص، خلته يشوفك بضوءك الحقيقي أن أنت مو إنسان سهل وأنت مو متوفر. هو يمكن رحل كان يفكر أنك راح تتكرر في حياته مرة ثانية، ما صار وما راح يصير. فالحين صار راجع مستعد يقدم لك. خلينا نشوف طاقة الجهة الثانية شنو تقول. سبعة الأغصان، في شخص ما راح يرفض، ما أشوفه رفض قاطع، ولكن شنا برج الدلو قاعد يقول لي صح انت راجع. واحس برج الدلو لا نشذب على بعض، انت ما تحتاجني اقول لك، انت عارف ان عرضه حقيقي، ولكن احسك راح تختار بملء ارادتك ان ايضا تضعه تحت الاختبار، تصعب عليه الامور. اوكي، لمجرد تصعيب الامور، انت عارف انه هو حامل قلبه في يده. اوكي، عارف انه ما رجع لك الا لان ادرك شيء في القلب، حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع. ولكن احس هني برج الدلو ما راح يسهل عليه ابدا، ما راح يسهل عليه عملية الرجوع، راح يحطه في اختبارات، وبعد الاختبارات امتحانات، وفي امتحانات عملية، في امتحانات نظرية، في امتحانات تخص المطالبات. سيستم، عندك سيستم برج الدلو، عندك سيستم بخصوص او خطة كاملة محكمة بخصوص شنو راح اسوي لما يرجع هالشخص. وايضا طاقة التارو قاعدة تشجعك، لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة، طاقة اللي استعد انه يعترف في اي لحظة، اعتراف وشيك. اوكي، وخل مطالباتك جاهزة، ورقة المطالبات، عشان يكون في شيء مثبت للرجعة هذه المرة، مثل المرساة. الهيرمت مع ملكة السيوف، كرت برج العذراء الناسك. اوكي، مع كرت ملكة السيوف، احس هني ان برج الدلو ترى قاعد يقول لك في امور، شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة، من حقك تسأله لماذا رحت ولماذا رجعت، وشنو اللي حفزك ترجع، وشنو صادك اثناء افتراقنا، وشنو اللي خلاك تفكر فيني، شنو ذكرك فيني. هذا النوع من الطاقة من حقك، ولكن مو من مصلحتك. من مصلحتك ان تدخل اكثر في طاقة الثقة بالنفس، شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحين راجع بعد غياب، وراجع على قولتهم شو يقولون، حامل اذيال الفشل معاه. تقدر تسأله، ولكن ما راح تستفيد، برستيجك راح يقل. لأن نشوف الملكة دائما يهمها منظرها وصورتها وبرستيجها. نعم، راح تحصل الجواب الصحيح لما سألته أو تسأله، هل تعرفت على شخص ثاني؟ هل تركتني بسبب شخص ثاني؟ هل كان في حياتك شخص ثاني؟ هل اللي كنت تدور عليه ما لقيته مع هذا الشخص عشان كذي رجعت لي؟ من حقك، ما حد يقدر ياخذ منك حقك. ولكن إذا كنت فعلا ترغب، لحد الآن عندك رغبة جادة، فهذا هو الوقت إن ندفن الماضي مع بعض، ندفن الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه. لأن نشوف الملكة لما تكون في طاقتها وواثقة عليها من الإنجاز نفسه، ما تسأل الفرسان شلون أنجزتوا، شلون حققتوا، ولمن كلمتوا، ومن رحتوا، ما تسأل، ما عليها من التفاصيل، عليها من إنجاز المهمة بأي ثمن. دائما أقول طاقة الملكات في التارو فيها نوع من الأنانية والبرستيج والاهتمام بالنفس، نفسي أهم من الآخرين. أوكي،
فكأنه هني اختار معاركك وأسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة. خلي ورا كل شيء يكون فيه سبب، وسبب سبب جوهري، ما يكون سبب عشوائي وهو إشباع الكبرياء. الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص، لأن هذا الشخص أحسه راجع أوريدي عنده إحساس نوع من الفشل، أوكي؟ أوريدي يشوف نفسه كإنسان فاشل شوية، أو يشوف نفسه إنه هو معترف بغلطة. هذه الكلمة، معترف بغلطة. إذا هو أوريدي اعترف بغلطة، ليش ندقق على الغلط نفسه؟ عندك شوي من طاقة أخبرني لماذا وأين وليش هذا النوع. عزيزي برتقالي.